عايزين نعرف بقى يعني انا انت عارفه انا سرطان، فعايزه اطمن موضوع الفينوس هيعمل ايه مع برج السرطان. لا بصي هو توقعي لنا حاجه بقى يعني بين على الهوا. لا هيعمل حاجه كويسه بس لازم يتحرك. يعني الفتره دي مهنيا وماديا وعاطفيا لازم يتحرك، بس لازم يصبر شويه. يصبر شويه لحد امتى طيب؟ يعني بصي اقول لك ان شاء الله شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه. هو انها السنه دي في 2017 انت متوقعه البرج السرطان هيبقى فيه ازدهار هو والحمل؟ بصي هو السنه دي سنه الميزان. بس الحمل هو اكتر حظ الميزان. الميزان. السنه دي الحمل، بصي الابراج الناريه السنه دي الثلاثه عليهم كويسين. السرطان هيبقى عنده ازدهار بس هيتعب شويه لانه السرطان ما بيجيش عليه اي حاجه سهله. ايوه. طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم برنامجنا العالم موازي مع عالمة الفلك نيفين ابو شاله. بعد الفاصل هنكون في انتظار استفساراتكم من خلال ارقام التليفونات الموجوده على الشاشه على طول وكمان رقم الاس ام اس. خليكم معانا.